السلام عليكم. بسرعة سنتعرف اليوم على طريقة العودة إلى المكتب. ماذا أعني بذلك؟ مثلا تكون تعمل على نوافذ كثيرة تريد إنزالها أو إخفائها. في ويندوز 10 كانت هذه الأيقونة في أمام الساعد، عند الضغط عليها فتعود إلى المكتب مباشرة، ولكن في ويندوز 11 فهي مخفية. كيف تفعلها؟ كذلك نتعرف على طرق أخرى لفعل ذلك ببساطة. قبل ذلك أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. نمر إلى الشرح. ببساطة تقوم هنا بالتفعيل على هذه الطريقة كما كانت في ويندوز 11 بمجرد الذهاب إلى بارامتر أو سيتينج، ثم بيرسوناليزيشن. في الأسفل تجد تاسك بار، تجد في الأسفل خيار اسمه select for the far corner of the task bar to show the desktop، واضح من الكلمة، فتقوم باختياره وبالتالي يمكنك من هنا إعادة العودة إلى سطح المكتب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، عند الضغط على start بكليك يمين تجد desktop، كذلك بهذه الطريقة نجرب desktop تعود إلى المكتب. كذلك الطريقة الثالثة وهي عن طريق الكيبورد والضغط ويندوز دي، بمجرد الضغط على ويندوز دي تعود إلى المكتب. إذن كما شاهدتم هذه الطرق البسيطة للعودة إلى سطح المكتب. شكرا للاشتراك ومشاهدة الفيديو. سلام.